اهلا بيكم يا فنانين في حلقه جديده من برنامجكم هيا نرسم. النهارده هنرسم كيس فلوس من بتاع زمان، وزي ما تعودنا في كل مره نجهز ادواتنا. واول حاجه معانا قلم رصاص، وقلمنا الاسود، وقلم اصفر، وبرتقاني، وبرتقاني غامق، وقلم نبيتي، وما ننساش الاستيكه بتاعتنا. واول حاجه هنعملها هنعمل دايره كبيره زي ما انتوا شايفين، ونرسم خط مايل وخط تاني مايل جنبه الناحيه التانيه. هنوصل ما بين الخطين بخط زجزاج زي الموجه من الخط ده للخط ده. كده احنا رسمنا الكيس بتاعنا. جوه الكيس هنرسم دوائر كتير وهنملى بيها الكيس كله، علشان دي هتكون الفلوس بتاعتنا اللي جوه الكيس. بعد كده هنعمل شكل بيضاوي جنب الكيس بتاعنا، ونرسم واحد تاني تحتيه، ونوصل ما بينهم بخطين بالطول، وجنبه هنعمل شكل بيضاوي أصغر شوية، وتحته واحد تاني كمان، ونوصل ما بينهم برضو بخطين بالطول، ونرسم خطين طوال هنا وخطين أصغر شوية الناحية التانية كمان. بعد كده هنرسم خطوط كتير كده تحت بعض، وخطوط كتير هنا كمان، كأنهم فلوس مرصوصين فوق بعض زي ما انتوا شايفين يا فنانين. كده دور القلم الرصاص خلص، ودلوقتي جه دور القلم الأسود عشان نحبر الرسمة بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين بالظبط. بعد ما خلصنا تحبير هنمسح بالأستيكة كل الرصاص اللي باقي. وبالقلم الأسود هنرسم شريط اللي بنقفل بيه كيس الفلوس. هنعمل خط وتحتيه خط تاني، ومثلث هنا ومثلث طويل هنا. برافو عليكم يا فنانين، كده احنا رسمنا وحبرنا، ودلوقتي هنبدأ تلوين. باللون النبيتي بتاعنا هنلون بيه كيس الفلوس كله. بعد ما خلصنا كيس الفلوس هنلون باللون البرتقاني الفاتح الشريطة اللي بنربط بيها الكيس بالظبط كده. باللون البرتقاني هنلون الفلوس المرصوصة فوق بعض، ونسيب الحتة دي ما نلونهاش. هنا كمان هنلون الفلوس المرصوصة فوق بعض ونسيب الحتة دي ما نلونهاش. بعد ما خلصنا نشيل اللون البرتقاني، وباللون الأصفر هنلون بيه الحتة دي والحتة دي كمان. تا 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 تا. كده احنا خلصنا رسم وتلوين كيس الفلوس بتاعنا. برافو عليكم يا فنانين، انتم شطار جدا. وده بيفكرنا باللي حصل يوم خميس العهد لما يهوذا سلم المسيح. وانتوا كمان ارسموا ولونوا اجمل رسومات وبعتوها لنا، بس ما تنسوش الاسم وتاريخ الميلاد والبلد على صفحتنا في الفيسبوك او على ايميل البرنامج. اشوفكم الحلقه اللي جايه يا فنانين. باي باي.